مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، وهذا لقاؤنا يتجدد بكم دائما على الخير والمحبة، وحلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر شاشة قناة صلاح الدين الفضائية، فحياكم الله أحبتي المشاهدين والمتابعين أينما كنتم في كل مكان. بعدما تطرقت إلى أقضية مهمة من أقضية محافظة صلاح الدين كقضاء الدور وقضاء طوس خرماتو وكذلك قضاء بيجي، اليوم سوف أتطرق إلى قضاء آخر مهم في محافظة صلاح الدين، قضاء ذات موقع استراتيجي، قضاء ذات موقع سياحي وديني، ليس فقط على مستوى محافظة صلاح الدين إنما على مستوى البلاد بشكل عام. هذا القضاء الذي أعلن عنه قبل فترة ليست بالبعيدة بأنه عاصمة الحضارة الإسلامية في العراق. إذن سوف أتطرق في هذه الحلقة إلى قضاء سامراء، هذا القضاء ما له وما عليه. أناقش ملفات ومواضيع قضاء سامراء مع ضيفي العزيز في الاستوديو، ألا وهو الأستاذ المهندس جاسم ممتاز، عضو مجلس محافظة صلاح الدين، عن قضاء سامراء. فحياك الله أستاذ جاسم، وأنت اليوم في ضيافة نقطة على السطر وقناة صلاح الدين الفضائية. حياك الله أستاذ أحمد، بارك الله بك، وأشكر قناة صلاح الدين والكادر بأكمله. تحياتنا لك، وأشكر جمهور صلاح الدين الكرام. تحياتنا لك وزارتنا البركة اليوم أستاذ جاسم. خلي أبدي من المحور الأهم على صعيد محافظة صلاح الدين، وهي الجلسة الاستثنائية التي عقدتموها يوم أمس بحضور القادة الأمنيين وبحضور جميع أعضاء مجلس المحافظة، حول مواضيع وملفات عديدة، منها ملف المفقودين والمغيبين، ملف عودة النازحين، وغيرها من الملفات الأمنية الأخرى. أستاذ جاسم، لأول مرة يتفق مجلس محافظة صلاح الدين بالإجماع على قرار أمني وسياسي، وخصوصا في موضوع النازحين، ما هو السر وكيف سوف تتعاملون مع هذه الملفات؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجلسة كانت يعني سبقتها جلسات، طيب، في موضوع النازحين وموضوع المفقودين. نعم، ويعني كان كلام كثير يعني، وتحددت مواعيد مع القوات الأمنية، مع الأجهزة، مع الدولة، طيب، مع الحكومة الاتحادية، تحديد موضوع ومواعيد لإنهاء أزمة النازحين. نعم. طبعا يعني النازحين يعني أهلنا، أكيد، عراقيين كرام وإلهم حق العيش. جيد. ليس من المنطق بعد التحرير، مضى سنوات على التحرير، انه يقوم بالعراء بمعنى كلمه العراء، يعني لو مهما يكون موقع النزوح هو موقع مذل. اكيد. يعني ليس من الانسانيه والحكمه والقانون ابقي مواطنينا في هكذا نزوح. يفترض يرجعون، الدوله هي المسؤول الاول، هي الراعي الاول. نعم. على عوده النازحين، وهم مواطنين كرام، فأسوة بكل مواطن العراق، خصوصا بعد تحرير مناطقهم ما يقارب 5 سنوات، وهم ليس لهم دخل في داعش والإرهاب، بالعكس هم اللي تأذوا أكثر. طيب. بنزوحهم تأذوا، يفترض الدولة يكون لها موقف جاد. طيب. مباشرة بعد التحرير لتهيئة كل مستلزمات العودة وتعويض عن ممتلكاتهم، وهم يعني نحن نجلهم ونحترمهم ونقدر مواقفهم. أكيد. على نزوحهم، فيفترض الدولة أيضا تقدر مواقفهم لأنهم متحملوا الأذى. أه. وعودتهم بأسرع وقت. صار الكلام كبير. طيب. صار عندنا موقف كمجلس محافظة. صار عندنا يعني شخرجتوا من نتائج، شخرجتوا من ثمار إيجابية أستاذ جاسم. يعني موقف المحافظ، موقف السيد المحافظ، موقف المجلس ككل. نعم. كان حاضر بالجلسة الشيخ جاسم شبارة أيضا. أكيد. من النواب، حقيقة هي كانت دعوة لكل النواب لحضور الجلسة هذا. طبعا هاي الجلسة تعتبر استثنائية. لماذا لم يحضر النواب الآخرين أستاذ جاسم بهذه الدعوة وهي اليوم جلسة مهمة؟ كانت هم يسألوا هذا السؤال لأنه النازحين مواطنين من صلاح الدين. نعم. لماذا لم يحضروا؟ هذا السؤال يتوجه لهم. المفروض كان كل يحضرون. طيب. حتى تكون كلمة واحدة. ومع ذلك نحن اتخذنا قرار واحد، أنه التوجه إلى الحكومة المركزية. جيد. وطلب لقاء مع المسؤولين بالحكومة المركزية، وشكلتوا لجنة فورية وسريعة، وراح نكون يعني حاضرين في أي جلسة تحضر، يعني سواء في بغداد أو في محافظة صلاح الدين، لمناقشة هذا الموضوع الحساس والموضوع المؤلم حقيقة، استمراريته
مؤلم بحق المواطنين العراقيين. أستاذ جاسم، هذا الموضوع إلى بداية لحد هاللحظة ما إلى نهاية للأسف، على الرغم من تحرير مناطقهم ما يقارب 5 سنوات. لماذا لم يعودوا إلى مناطقهم لحد هذه اللحظة؟ الحمد لله اليوم الأمن والأمان مستتب في جميع أقضية ونواحي محافظة صلاح الدين، الخدمات موجودة، الميزانية موجودة، البيئة مهيئة لعودة هؤلاء النازحين، فشنو المانع اليوم من ما يعودون هذه العوائل اليوم إلى مناطقها الأصلية؟ يعني أكيد أكو أسباب، أكيد أكو معوقات تقف أمامهم اليوم. يعني حقيقة يعني إحنا كمواطنين، طيب، إضافة كمسؤولين، نقول ماكو أسباب يعني موجبة لبقائهم نازحين، لكن هل إنه الموضوع وراء خلينا نقول قضايا سياسية؟ من المؤسف نقول نعم أكو قضايا سياسية. قضايا سياسية على حساب المواطن، على حساب المواطن، وعلى حساب مستقبل المواطن، وعلى حساب عيش المواطن، وعلى حساب يعني ألم المواطن، كأنه هاي السياسية. إحنا يعني اللي نتوجه لكل السياسيين العراق، هل أصبح موضوع النازحين تجارة مربحة بالنسبة لبعض الساسة أستاذ جاسم؟ يفترض هذا من غير المنطق أدخل هذا الموضوع في السياسة، ولكن يعني دخل اليوم للأسف، دخل ليس من الإنصاف يدخل، طيب، وليس من الحكمة، وليس من الوطنية، وليس من الإنسانية. إحنا لو مهما يكون عندنا يعني معتقدات، مهما تكون نوعيتها، من كل الديانات ترفض عملية بقاء النازحين على هذا الحال. ربما يحسبوها كورقة رابحة للانتخابات القادمة لبعض الساسة. أبدا، هي ورقة فاشلة، وراح يتضح أنه فشلها يوم بعد يوم. وليس من المنطق يعني النازح هنا بهالمنطقة وهو يباوع على بيته ما يبعد ربما أكو 300 متر أكو بس عبرة النهر، طيب، يعني من منطقة النزوح. ليس من المنطق والحكمة هذا الحقيقي، وليس من الوطنية بقاء النازحين على حالهم اليوم. أستاذ جاسم، قلت راح نشكل لجنة أو شكلتوا لجنة سريعة وفورية على مود تذهبون إلى السيد رئيس الوزراء دكتور عادل عبد المهدي من أجل حل هذا الموضوع. هذه اللجنة متى سوف تذهب إلى بغداد؟ يعني إن شاء الله يعني تبقى على اللقاء مع السيد رئيس الوزراء. نعم. بس إحنا جادين إنه إذا الله مكن اللقاء ممكن أسبوع الأخير يحدث اللقاء. بالمقابل وليس فقط من رئيس الوزراء. أها. يعني إحنا أكو أبواب أخرى راح نطرقها. من سيذهب في هذه اللجنة؟ يرأسها السيد المحافظ. طيب. مع هيئة الرئاسة مختارة من المجلس ربما. ليس احنا كنا والله قلنا احنا الكل ممكن نذهب لرئيس الوزراء، والسيد النائب اللي هو حضر ايضا الشيخ جاسم جبارة ايضا راح يحضر، وما نعرف يعني اكيد يعني ساد النواب الاخرين ربما عندهم اعذار ما حضروا بها الجلسه البارحه، طيب، بس ربما في بغداد اكيد يعني هذا موقف يعني موقف. هل تعتقدون سوف تخرجون بنتائج ايجابيه من خلال هذه اللجنه وذهابها الى بغداد استاذ جاسم؟ يعني أملي برئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان، طيب، ورئاسة الجمهورية أن يكون عندهم موقف حقيقي تجاه مواطنيهم، طيب، اللي هم العراقيين، وهو هذا يعني يؤشر لهم وعليهم إن استجابوا فبها فخيرا، وإن لم يستجيبوا فطبعا أكو أبواب أخرى ممكن طرح. سيما أن السيد محافظ صلاح الدين دكتور عمار جبر المحترم قال إذا ما وجدنا حل خلال أسبوع أنا راح أخذ مكتبي وأداوم في مخيمات النازحين. وجنابك الكريم كنت من المؤيدين لهذا الموضوع، فهل سوف نشاهد خلال الأيام القادمة دوام المسؤولين وعلى رأسهم السيد محافظ صلاح الدين في مخيمات النزوح؟ أنا واثق راح تطبق هاي. يعني الكلام اللي صرح به السيد المحافظ، طيب، واللي احنا ايدناه، انا اول الناس اللي ايدته، لا ذهبنا الى بعد، انا بالنسبه لي ذهبنا الى بعد، وهو واعضاء المجلس ايضا ذهبوا الى بعد. والله ما كنا نبقى قاعدين بالمجلس اذا تبقى هاي عمليه النزوح المهينه للمواطنين. يمكن قلتوا راح نقدم استقاله في حال لم تستجب الحكومه لمطالبنا. نعم. مع الاستقاله احنا عندنا ابواب اخرى قلنا نطرقها اللي هي خارج العراق، ممكن الأمم المتحدة، احنا ندري اكو منظمات تزور النازحين، ممكن نرجع نطرق ابواب اكيد الأمم المتحدة، وهذا حق، طيب، حق من حقوق الانسان لازم تطرق بابهم. اها نعم.
يعني 5 سنوات وما زالت المعاناة نفس هذا الدور على موضوع النازحين، ونتمنى تشكيل هذه اللجنة الفورية من قبل مجلس محافظة صلاح الدين الموقر وذهاب إلى بغداد وحسم الموضوع بشكل نهائي خلال الفترة القادمة. خلي أنتقل شوية إلى قضاء سامراء. أيضا هناك موضوع مهم على يعني مستوى القضاء ومستوى محافظة صلاح الدين، وهو الشرط الكفيل للدخول إلى سامراء. من المسؤول على هذا الموضوع أستاذ جاسم؟ طالما سرايا السلام قالت في بيان لها أنها ليست معنية لا من بعيد ولا من قريب بخصوص هذا الموضوع، شنو الفائدة اليوم من شرط الكفيل؟ شنو المعنى من عند اليوم؟ وأنت تدري يعني تعرف حضرتك 2014 كانت كارثة اللي هو على مستوى المحافظة، نعم بكل معنى الكلمة على المحافظة. والكفيل يعني صار بسبب القضايا الأمنية يعني. زين، احنا عندنا في سامر حاليا ماكو غير قيادة العمليات طيب وقيادة السرايا ايضا، فهم المعنيين بأمن المدينة يعني بالدرجة الأساس. طيب، ماكو قوات ثانية. بس سرايا السلام قالت أنا ما عندي، والشرطة المحلية اللي هي تابعة لها قيادة صلاح الدين، شرطة صلاح الدين. آخر تصريح لي سرايا السلام قالت نحن ليس معنيين بهذا الملف، فمن يدي وقف وراء هذا الملف لعد أستاذ جاسم؟ لا تزال لحد الآن أكو موضوع الكفيل موجود. موجود. إيه موجود موضوع الكفيل. شو تقدر نحل هذا الموضوع؟ يعني من يريد يدخل للحويش إلا بمثلا أكو مناطق يعني مخصصة يعني يدخل للحويش إلا بكفيل يعني موجود. هاي مو موجود. هسه الغاية من الكفيل شنو أستاذ جاسم؟ يعني الكفيل الغاية منه إحنا نقول الأمن الحمد لله مستتب. الحمد لله. نعم. واليوم يعني بدت يعني حالات رفع التشدد على الأمن. نعم. يخف. جيد. يعني تدري هي يعني مراحل صارت. يعني قبل سنة تختلف عنها حاليا. قبل سنة كانت من ضمنها قطوعات بالطرق داخل المدينة كثير، بدت حاليا ترفع الصبات و... إحنا يعني نقول الأمن الحمد لله مستتب بالمدينة. وجهود القوات السرايا والقوات الأمنية بمختلف صنوفها القوات الأمنية مختلف الصنوف. نعم. جهود ممتازة وبارك الله بهم. وإحنا نقول ضحوا والدماء كانت عزيزة وغالية. طيب. وتنبيه التحرير، بس أكو مرحلة أخرى بعد التحرير هي مرحلة الحياة الطبيعية، من حق المواطن يعيش حياة الطبيعية. شلون نحافظ على مكتسبات النصر اليوم؟ أكو طرق يعني كثيرة أيضا، يعني ممكن استخدام طرق علمية حتى تتأمن. طيب. ديمومة الأمن بالمدينة أو بعموم المحافظة والعراق. جيد. أو طرق يعني علمية أيضا يعني بالإمكان استخدام كاميرات. يعني مو شرط أن تواجد القوات الأمنية موجودة في الشارع 100%، ممكن تواجد المخابرات الكاميرات اللي موجودة. أكو طرق تقدر تخفف بها عن المواطن. هل نحن مهيئون لإقامة هذه الطرق؟ ليش لا يعني بالإمكان نصب كاميرات في أي مكان، وإحنا عندنا مشروع هسه كبير. جي. في محافظة صلاح الدين لنصب الكاميرات بالإمكان أيضا سامرة تشمل بنصب كاميرات، والناس يعني مهيئة جدا يعني أكو بالأسواق مبلغين والناس كلها دا تحط كاميرات، ممكن يصير المركزية في كل طرق سامرة وتصبح مراقبة مركزية وبالنتيجة النهائية ممكن رفع كثير من خلينا نقول السيطرات اللي موجودة داخل المدينة، حتى المواطن يشعر بأنه أكيد. ليس في جو عسكري فقط يعني أيضا من حقه يعيش في جو مدينة. أنت ضد عسكرة المدن أستاذ جاسم؟ أكيد عسكرة المدن لحالات، أما من تنتفي الحالة وترفع طبعا الحياة المدنية. واليوم الحمد لله استقر الوضع، أحلى من حياة الاستقرار بالحياة المدنية. جيد، كلام جميل. أيضا تطرقت في الجلسة الأخيرة جلسة الاستثنائية عن موضوع أو حول موضوع مهم، وهو موضوع التسعة أشخاص الذين توفوا أثناء عمليات التحقيق في محافظة صلاح الدين. شنو أسباب هذه الوفيات؟ هل تم تشخيص المعنيين بهذا الملف؟ كيف تعاملتم مع هذا الموضوع بشكل عام أستاذ جاسم؟ وحقيقة يعني إحنا تفاجئنا حقيقة، يعني من نقول 9 أشخاص يعني توفوا في تعذيب يعني هذه مشكلة، عملية مشكلة كبيرة. فصار تكليف تشكيل اللجنة الأمنية. طيب. لمتابعة أسباب الوفاة. يعني ليس من العدل
أنه يعني يتوفى المتهم أثناء التحقيق ليس من العدل. يعني أكو طرق أخرى بالإمكان، طرق الشهود يعني، وليس بالتعذيب. فما نعرف كيف حدثت الوفاة، ما نعرف، ولهذا تشكلت اللجنة وراح تتقص الحقائق بهذا الموضوع. جيد. أيضا موضوع آخر، موضوع المفقودين والمغيبين من أبناء مدينة سامراء. هذا الموضوع يحيط الضبابية أستاذ جاسم من جميع الجهات بمثابة علامة استفهام في الملف الأمني في محافظة صلاح الدين وقضاء سامراء. هل هناك مستجدات حول هذا الموضوع، سيما بعد انعقادكم للمؤتمر الموسع مع شيوخ وجهاء قضاء سامراء؟ أين توصلتم بحيثيات هذا الملف؟ يعني حقيقة هذا ملف مو بس شائك، يعني ملف مؤلم حقيقة. يعني جيد. قضية المغيبين والمختطفين يعني العدد ليس بالقليل، عدد ليس بالقليل. يعني هذا طبعا مسؤولية الدولة أولا وأخيرا. بالآلاف اليوم مفقودين يا أستاذ جاسم، يعني أكثر من 1000 تقريبا فقط في سامراء، يعني عدا المحموم المحافظة. طيب. فليس من الحكمة والعدل أنه يستمر هذا الحال. هذول وراهم عوائل، يعني طال الوقت لهم، وراهم زوجات وراهم أبناء. يعني من الناحية الإنسانية ومن الناحية القانونية ليس من المنطق استمرار. هل معقولة؟ لازم يعني لازم الدولة يعني توضح، هاي مسؤولية الدولة. يعني استعصي اليوم على الدولة وإمكانيات الدولة بمعرفة مصير هؤلاء، تنطي جواب نهائي أنه هذول حالهم يا إما موجودين موجودين يحالون، إذا البريء يطلع المتهم خلي ياخذ قرار. هذا الموضوع اليوم اصبح موضوع دولي، موضوع اممي. اليوم الكل تطالب بمعرفه مصير هؤلاء. ما معقول استاذ جاسم، يعني بلعت الشقه القاع وبلعتهم. ما معقوله بضوء النهار وفي وضح النهار تم فقدان او تغيب هؤلاء المفقودين. فما معقول اليوم تستعصي على الدوله معرفه اماكنهم. كيف نحمل المسؤوليه للدوله بصوره كامله؟ ايضا الدوله مشموله، اللي هي تمثل الحكومه وتمثل الرئاسه الجمهوريه والبرلمان، هم المسؤولون عن المغيبين، هم المسؤولون عن صار 5 سنوات يا استاذ جاسم، 5 سنوات على فقدانهم وتغيبهم. ما معقول اليوم انا ما اندلهم وين؟ من الظلم استمرار تغيبهم وبدون اظهار الحقائق. طيب، مصير عوائلهم بعد غياب المعيل الوحيد لهم، اكيد لازم نعطيهم اليوم اولويه، فالنظره ابويه خصوصا لهؤلاء العوائل، او استثناء في إرهاصات الحياة. مع الأسف الحكومة ما بادرت هاي المبادرات لحد هذه اللحظة. لحد هاللحظة طيب. ما بادرت مبادرات باتجاه عوائل المغيبين أيضا. يعني هم نرجع نقول من الظلم وليس من العدل. ما فتحت الجهات المعنية، ما خاطبت الحكومة الاتحادية، في أي محفل رسمي، في أي اجتماع طيب. مع كل المسؤولين حتى في بغداد ويا أي لقاءات ويا أي هذا الكلام، ما شخصت الجهات المسؤولة أستاذ جاسم عن فقدان، ما شخصت الجهات المسؤولة؟ لا، هو شوف، هو الدولة تعرف منه. احنا من نقول الدولة يعني القوات الأمنية يعرفون منه، منه اللي كان متواجد من القوات الأمنية بالفترات اللي هي من 2014 أيام التحرير. نعم نعم، هي منه اللي متواجد هو المسؤول، المتواجد هو المسؤول. فبالإمكان الدولة تشخص تشخيص واضح حس البريء. واحنا طبعا هي اكو قوائم بالاسماء ورايح القوائم للكل، يعني لكل الجهات المعنيه. كم عدد المفقودين بالتحديد في مدينه سامراء؟ والله بحدود 1000. بحدود 1000. نعم. طيب، اليوم قضاء سامراء مثل ما قلت قضاء ديني وقضاء ذات موقع سياحه دينيه على مستوى العراق وعلى مستوى محافظه صلاح الدين. شنو اليوم اللي ينقص مدينه سامراء استاذ جاسم؟ من ماذا تعاني هذه المدينه وإلها هذه المكانة الكبيرة والمتقدمة على مستوى البلاد، وأنت ابن يعني قضاء سامراء؟ يعني هذا السؤال يعني يكرر طبعا. طيب، وأنا اللي أجاوبه بصراحة. تفضل استاذ. يعني أقول سامراء ظلمت ظلما كثيرا في من أي ناحية؟ في العهود السابقة وفي هذا الظرف اللي هو إحنا نقول يعني يفترض سامراء تكون في أعلى مستويات الزهو. لأنه ليش يفترض أستاذ جاسم؟ ليش ما أعمل على تحقيق هذا الافتراض؟ مو هو القرار، يعني مو فقط إحنا كمحافظة صلاح الدين، القرار هو مركزي، قرار دولة بكل معنى كلمة الدولة. سامراء الإمامين العسكريين، سامراء اللي مثل ما تفضلت
يعني التاريخ سامر الحضارة، موقع سياحي ديني، موقع استراتيجي، موقع سياحي ديني حضاري، يعني يمس العراقيين ككل. العراقيين كلهم يزورون سامرة، ومن خارج العراق يزور سامرة. طيب. يعني أي شخص، أي زائر، أي مسؤول يلوم الحكومة على حال سامرة. وسامرة بالإمكان تتطور لو أكو نوايا سليمة من الحكومة المركزية لتطويرها. الكتل السياسية احنا كلها نلومها، طبعا نقول كتل من نقول حكومة المركزية، الكتل السياسية ايضا، الكتل السياسية كلها تجي تزور سامرة، كل مسؤولين الدولة يزورون سامرة لان يزورون المرفد الامامين، هذه يزوروها ولها اهتمام وما نعطيها اولوية. يزورها ما يقولون هذا ليش حالها، واذا هم يقولون بينهم بين نفسهم ليش حالها، ليش ما ينفذون على واقع الحال؟ هم القرار بيديهم، ليش ما التفتون على سامرة؟ استاذ جاسم، من انتم تاخذون هذه المعاناه وهذه الصعاب وهذه المعوقات بدوركم كاعضاء مجلس محافظه صلاح الدين الى الحكومه الاتحاديه، شنو رد الحكومه تجاه هذه الملفات؟ والله يعني اقول لك، خلينا نحكيها بصراحه، والله مع الاسف يعني ما اعرف، الرد ما مريح، لانه شلون التعامل مع سامرة ما مريح، مهمش هذا القضاء. نعم أنا أقول لك مهمش هذا القضاء، مع ما أنه إلى المكانة الكبيرة، هذا القضاء مهمش كليا. طيب، أعلن عن قضاء سامراء قبل فترة ليست بالبعيدة بأنها عاصمة، أو أنه عاصمة الحضارة الإسلامية. أنتم اليوم كأعضاء مجلس محافظة صلاح الدين، ماذا قدمتم لقضاء سامراء بصراحة؟ وهل أنتم راضون على ما قدمتموه لأبناء مدينتكم وأبناء المحافظة بشكل عام؟ يعني إحنا كمحافظة صلاح الدين، أنت يعني تعرف هي تعتمد على الموازنات اللي تيجي لمحافظة صلاح الدين، وسامرة يعني أسوة بكل الأقضية. طيب. على تعتمد على الكثافة السكانية، على النسبة، تأخذ استحقاقها من موازنة المحافظة. المحافظة أكيد أنت جنابك يعرف من 2014 لليوم يعني عانت موضوع الموازنات، يعني فقط تقريبا هي هاي السنة اللي اتضح بها بدت الموازنات 2019، لأن ذيك فترة الاحتلال وفترة التحرير، فما كان أكو حقيقة ذيك المبالغ حتى التخصيصات. بس تسألني يعني هو هذا استحقاق سامرة؟ بس أكيد استحقاق لا. من الموازنة هذا هو شو تسوي؟ يعني ما طالبته بزيادة التخصيصات، يعني المالية لا، هو كسامرة يفترض عدة تخصيصات استثنائية. ليش؟ لمكانتها نرجع نقول. طيب. من مشاريعها الاستثمارية يفترض مشاريع الدولة حاليا يعني دخلوا المشاريع، يعني كو مشاريع رئيسية مثل مشروع المي، مشروع المجاري، هذين الرئيسيات اللي هي الدولة هي راح تحيلها، الحكومة المركزية، ليست على موازنة المحافظة، لأنه مشروع كبير وما تتحمل المحافظة مثل هيك مشاريع. السامراء القانون، القرار مال قانون سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية، طبعا هذا باب كبير يعني بالإمكان تتطور به سامراء، هذا لو استغله بشكل صحيح وبشكل إيجابي اليوم راح أنهض بالمستوى الاقتصادي لمدينة سامراء ومحافظة صلاح الدين. هذا بالإمكان لأنه صار لها تخصيصات ضمن هذا القانون، تخصيصات خاصة. طيب. وإحنا جلسنا حقيقة ويا اللجنة اللي هي رأسها رئيس جامعة سامراء. طيب. بعد ما إجا التخويل مؤخرا ندرس المشاريع اللي هي بالإمكان تنفذ داخل سامراء. طيب، أستاذ جاسم، أنا أريد أستغل وجودك معنا اليوم، وهناك الكثير من المحاور والأسئلة عن قضاء سامراء، ولكن بعد هذا الفاصل لو سمحت. إذن أحبتي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود لما تبقى من محاور هذه الحلقة، فابقوا معنا. هذولا أبناء محافظتنا، وهذولا كرامتهم من كرامتنا، والناس الأبرياء، أركز أن الناس الأبرياء يجب أن نحفظ كرامتهم وأن نتحمل مسؤولياتنا، وأنه إحنا نتخذ إجراءات حقيقية. لازم اليوم نصل إلى صيغة وحل لهذا الموضوع الشائك اللي أنا أعتقد بأنه إذا ما حلينا هذا السنة هو راح يستمر سنوات طويلة جدا، تأكدوا من هذا الشيء، وأنتوا جاي تلاحظون هذا الموضوع. ما نقبل أنه محافظة صلاح الدين يصير بها هذا الشيء وهذا الاستغلال للقرارات الأمنية وتسويف إرادة المحافظة
وإرادة الجمهور بعد رجوع المناطقهم. أخي الجمهور يقول لك أنا ما أريد لا كهرباء ولا مي، رجعني على قاعي وأنا أعيش بها. أنا بالنسبة لي أعلن قدامكم، أنا إذا ما صار حل خلال أسبوع أنا داوم بالمخيم مال النازحين، أقعد وياهم. فهذا هو حال صلاح الدين. إحنا هذه القضايا لازم نوصلها لرئيس الوزراء حتى إحنا إذا ما اتخذوا إجراءات إحنا نتخذ إجراءات. جاي يتحسن الأمن وإحنا الأمن عندنا أحسن، لكن الإجراءات هي تعسفية بحق المواطنين وبحق حتى حكومة محافظة صلاح الدين. إحنا حاولنا أنه نتبع السياسة وأنه إحنا ما نأزم الأمور، لأن الدولة ليست بحاجة إلى يعني أزمات جديدة، لكن الحقيقة أنه إحنا اليوم في أزمة، إحنا في أزمة. شوف رئيس الوزراء نعطيه خبر بالموضوع وبعد ذلك لكل حادث حديث. إحنا كرامة الناس أهم شيء عندنا وكرامة الناس من كرامتنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، والمحور الثاني من هذه الحلقة وضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ المهندس جاسم ممتاز عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن قضاء سامراء، فحياك الله من جديد أستاذ جاسم. الله يحفظك. خلي أنتقل أيضا إلى موضوع آخر وهو حديث أبناء ومواطني مدينة سامراء تحديدا في المنطقة القديمة. أيضا المنطقة القديمة اليوم بمثابة علامة استفهام وسر لم يجد له الحل لحد هذه اللحظة، وتحديدا موضوع المحال التجارية اللي هي قريبة اليوم من مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام. هذه اليوم أرزاق ناس أستاذ جاسم، وكان التخوف الوحيد في تلك الفترة عند إغلاق هذه المحال هو الهاجس الأمني. اليوم الحمد لله توفر الأمن والأمان بفضل قواتنا الأمنية. إلى متى ستبقى هذه المحال مقفلة وأين دوركم كأعضاء مجلس المحافظة في حل هذا الملف؟ تفضل. شكرا أستاذ أحمد. تحياتنا. المنطقة القديمة يعني هي هاي طبعا حقيقة بعد التفجير اللي هو اللي حدث بال 2006 الفاجعة سامراء، هي حقيقة طيب تفجير قبة الإمامين العسكريين عليهم السلام، يعني أصاب ما أصاب البلد ككل، أصاب ما أصاب طبعا سامراء أصابها الألم الكبير أيضا هي بالدرجة الأساسية. طيب. وأغلقت هذه المنطقة بعد الأحداث الأخيرة. نعم. بعد باشرت الحكومة، إحنا طبعا صارت مطالبات في حينها في وقتها. طيب. إنه إعادة الإعمار على السرعة، لأن هي إعادة الإعمار والاستئناف وأدة الفتنة حقيقة. كانت المواقف من كثير من مسؤولين العراق من طيب. سامراء. مواقف حقيقة وطنية لوأد الفتنة في وقتها جيد. وبإعادة البشر بالإعمار نقدر نقول وأدة الفتنة الطائفية جيد. المنطقة القديمة يعني بالنسبة لسامرة يعني القلب النابض مال سامرة جيد. القلب النابض مال سامرة هي المنطقة القديمة طيب. ليش؟ لأنه أصل سامرة وتاريخ سامرة حقيقة هو بالمنطقة المحيطة بالمرقدين، لأن لو تباوع احنا عندنا صور موجودة يعني تاريخية من تباوع على الصور على سامرة تلقى سامرة هي فقط منطقة المرقدين أكيد، والبيوت حواليها ومسورة بسور يعني حتى في وقت الدولة العباسية انعافت المأذنة اللي هي المسجد وما سكنوا هناك، سكنوا فقط يم المرقد الإمامي، بمعنى أنه نفس أهالي سامراء في هاي المنطقة هو هو أثرهم وهو روحهم. لحد ليش هذا الإهمال؟ هو تاريخ. ليش الإهمال المتعمد لهذه المنطقة؟ الغرابة هو هذا السؤال. يعني ليش التهميش؟ طبعاً إحنا في كل بأي محافل موجودة. طيب. أي لقاءات سواء مسؤولين خارجين من الدولة. زين. أو من الخارج أو من الداخل هذا الموضوع هو ينطرح على على الطاولة 100%. شنو الإجابة؟ مع مسؤولين المركز هذا الموضوع طاحية. حتى احنا كمجلس محافظة نعم. في الدورة السابقة طيب. يعني طرحنا عدة طروحات قلنا يا أبا احنا بالإمكان نخصص مبالغ لإعلان مسابقة دولية لتصميم المنطقة القديمة جيد. نحن مع توسعة المرقد من البداية قلنا للحكومة المركزية طيب. ما عندنا مانع في توسعة المرقد بالحاجة اللي وسعة، بس مع ذلك التصميم للمنطقة لأنه أكو أهالي المنطقة لأنه هو نرجع طيب. نقول تراثهم
يردون عندهم أملاكهم، يردون يستثمرون أملاكهم في هذه المنطقة. فكثير قلنا يا رب خلينا نعلن تصميم عالمي لمسابقة. كان الهاجز الوحيد الهاجز الأمني أستاذ حقيقة اللي هو إعداد تصميم لهذه المنطقة لم تلقى المحافظة ولا مجلس المحافظة استجابة من الحكومة. شنو السبب؟ في الدورات السابقة. طيب. في الدورات السابقة لم تستجب. طرحنا أيضا يعني حتى مع ممثل رئيس الوزراء أثناء زيارته إلى سامراء ومسؤولين كثر هذا الموضوع، أيضا طرحنا موضوع التصاميم والمنطقة القديمة. طيب. لحد الآن قالوا إحنا راح نسوي لقاء أيضا في دولة رئيس الوزراء ونسوي اجتماع أيضا بخصوص هذا الموضوع مع هذا الموضوع. أيضا حتى هذا الطرح ويا المرجعيات الكل، بس يمكن يعني ما اتخذ بأي إجراء لحد هذه اللحظة. أي إجراء ماكو. البيوت مالات الناس بدت تستهلك، بدت تتأذى تدري فترة طويلة أكيد، والظروف يعني المناخية يعني هذه اللي تمر يعني اليوم 2006 من 2006 لليوم أكيد. احنا دخلنا بالسنة الـ 2020 راح ندخل بالسنة الـ 14 من بعد التفجير المؤلم. طيب. والفاجعة وأملاك الناس والمنطقة على حالها، هذا ليس من الصحيح. هذه أرزاق يعني ناس. يعني الحروب تنتهي وتنفض على غبارها خلال 10 سنوات وتبدي تعمر. ليش أنا يعمر المكان؟ هو هذا عليه علامة استفهام. كان الهاجس الوحيد التخوف من الهاجس الأمني. الحمد لله اليوم الأمن تحقق، الأمن مستتب. فشنو بعد المعضلة أنه أرجع أو ما أرجع ذول اليوم إلى مناطقهم؟ الأمن مستتب، وأيضا نرجع نقول مسؤولية الأمن الدولة، يعني أمن المرقدين وأمن سامراء، أمن المرقدين بالذات حتى لا نخرج عن خارج المرقدين أكيد. أو المنطقة المحيطة هي أيضا مسؤولية الدولة. إحنا نريد أمان المرقدين 100%، ما نريد خلي يرجعهم بس مع ويفتحون محلاتهم. مع ذلك خلي الناس تفتح يزاولون حياتهم. أنا قلت قبل شوية أكو طرق بالإمكان. طيب. اللي هي أمنية يسرها علمية، استخدام كاميرات، استخدام قوات أيضا، مخابرات، استخبارات، حتى تأمن المنطقة. على الأقل دخول الزائر من يجي لسامرة يباوع يعني أكيد. منطقة معزولة عن المدينة عموما، عن بقية المدينة، يعني ليس من الصحيح أنا أعزل الزائر عن أهل سامرة. ومع ما أنه أهل سامرة يعني من العشائر، من هو موجود أهاليته وعمامه موجود بكل المحافظات. يعني منهم من هو اللي في سامرة العشائر، منهم عندهم شيعة ومنهم سنة أكيد. موجودين في عموم العراق في كله العراقي. نعم. كل العراق موجودين. صح. يعني التزاور مو اليوم ولا هي العلاقة اليوم. أريد نسوي علاقة جديدة مع أخواننا اللي موجودين بالجنوب. لا طبعا لا. طيب. العلاقات هي على مر التاريخ. طيب. والمصاهرة موجودة والعمومية موجودة سواء كانوا سنة ولا كانوا شيعة، وهم من نفس العشيرة. يعني بمعنى طال الزمن على عملية تأهيل وتطوير المنطقة القديمة، وهي هاي قبلة الحال. زين أستاذ جاسم، بالمقابل العام. يعني وضعتهم خطة، وضعتهم دراسة، شلون أقدر أعوض أصحاب هذه يعني المحال يعني من العوائل يعني وكانت رزقهم اليوم؟ يعني مع الأسف صار التعويض مرة. أها. والتعويض مرة لحد سنة 2015. زين. تقريباً. الضرر اللي صار من والله يمكن لو 13 لو 15 ومن ذاك اليوم لليوم ماكو تعويضات. بالعكس هو مو بس هاي، هي ماكو تعويضات هسه حاليا طبعا من كثرة المطالبات اكيد. يعني تشكل هامش من السيد رئيس الوزراء الى المحافظة. طيب. انه تشكيل لجنة لدراسة تعويضات هاي الاهالي اللي موجودين. هذه لو اجي افتح المحلات وارجع اصحابها ويزاولون حياتهم والتجارة، هذه ايش قد راح تفيد اليوم من اقتصاد المدينة واقتصاد المحافظة؟ هذا يشير لك ايضا على الاستقرار الامني اللي موجود ممكن يكون في المدينة وفي عموم العراق. من أبقيها مغلقة. طيب. يعني مؤشر على أنه ليش يعني تبقى، أنه شنو القضية؟ ما في استقرار. هذا من يسألون به، تسأل به الحكومة المركزية. تمام. أستاذ جاسم، مجمع درة سامراء، مجمع العرموشية، موضوع جسر سامراء الجنوبي، مشروع الماء، كل هذه المشاريع الحيوية اللي يحتاجها اليوم أبناء قضاء سامراء. تم مناقشة هذه المشاريع مع وزير البلديات خصوصا بعد الزيارة الأخيرة لقضاء سامراء المعالي الوزير بنكين ريكاني. أين وصلتم بمراحل تنفيذ هذه المشاريع؟ ومثل ما قلت كلها مشاريع حيوية وعلى تماس مباشر مع حياة المواطن اليومية. أنا قلت مشروع المي أعتقد يعني بشهر يعني نهاية العاشر زين. يوقعون العقد هذا مشروع المي. طيب. مشروع المجاري على الإحالة احنا هسه نطالب الحكومة المركزية طيب. بالتركيز على هالمشروعين لان هذني يعني من تنجز المشاريع يعني البنية التحتية الأخرى ممكن تنجز يعني أكيد. الطرق وكلها راح تكون
يعني هذا بخصوص سلسلة إجرائية. نعم. مشروع المي والمشروع المجاري هذا. طيب. مشروع درة سامراء يعني حقيقة هو يعني مساحة ليست بالقليلة. يعني هو مشروع استثماري. إحنا للأسف يعني مشاريع الاستثمارية عندنا يعني ما منه مشروع سكني. يعني أنا مو بس أنا ألوم حقيقة. درة سامراء ومجمع العرموشية أيضا كذلك. ايه أنا ألوم حقيقة المستثمر أيضا. لأنه المشروع من 2012. يعني 2012 إذا عنده أي عقبات عقبات يقدر يوصل إلى رئيس الوزراء حتى يذللها. يعني أما ما أترك 663 دونم معلق بهذا الشكل وهاي بالإمكان يعني لو موزعيها للمواطنين أحسن لنا، لو موزعيها أراضي المواطن اللي هو بانيها هو صارف عليها وقاعد بها أفضل مما كانت تحال إلى نعم. وهي تحوي في عدد كبير تدري 663 دونم وأقل من 5000 6000 قطعة سكنية. طيب. بالإمكان ينشئ بها المواطن، بس مع ذلك هذا السؤال يبقى يعني هيئة الاستثمار لازم تعالج موضوع التوقف يعني من 2012 ونحن اليوم بلين على 2020 صار سبع سنوات معقولة مدن سكنية تنجز خلال هاي الفترة والمشروع باقي أيضا المكان. هذا الملف بمثابة علامة استفهام في ما يخص الجانب الخدمي في محافظة صلاح الدين. خلينا ننتقل إلى موضوع رفع الحجز عن الأراضي وتحديدا في منطقة اليرموك، إضافة إلى فتح منافذ جديدة على شاطئ نهر دجلة، وكانت لك جولة ميدانية أستاذ جاسم مع رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أستاذ أحمد الكريم، حدثني أكثر عن حيثية هذا الموضوع. حي اليرموك يعني حي سكني موزع للمواطنين. زين. و يعني صارت هسه حاليا صارت اتصالات مع قوات السرايا وصارت اكو موافقات. طيب. انه بالامكان يراجعون البلديه ويقدمون طلبات للمباشره استلام القطع مالتهم. وتدري يعني هم يعني القوات اللي موجوده تتحرى امنيا ايضا على هاي المناطق. جيف. على القطع وانطت موافقات. فهاي الموافقات يعني يفترض الناس اللي اخذوا موافقات رفعوا الحجز عنها استاذ نعم جاسم. نعم نعم رفعوا الحجز جزء من اللي قدموا الناس. طيب. تدري هو صار يعني اتفاق معهم. نعم. اللي يقدمون عن طريق البلدية ترفع الطلبات للقائمة المقامية. القائمة المقامية ترفع حتى يثبتون الموقف الأمني مال الطلبات هاي. اجت موافقات أعتقد أكثر من 100 وكسر. نعم. موافقة يفترض الناس اللي أخذوا موافقات يباشرون بأعمالهم بهاي القطع. وهذا طيب. تابع للأخر الباقيين بالإمكان يراجعون وأيضا نفس الطريقة وأعتقد هم بيها فتشي يراجعون ويستلمون يأخذوا موافقات يباشرون. كلام جميل ومبشر بالخير. خلي أنتقل أيضا إلى جانب آخر الجانب الصحي. مثل ما تعرف جنابك الكريم أستاذ جاسم يعني كل قضاء أو ناحية الجانب الصحي يعتبر من أولى أولويات هذا القضاء أو الناحية بالنسبة للمواطن. كيف تصف لنا اليوم الجانب الصحي القطاع الصحي في سامراء من حيث عمل المؤسسات من حيث توفير الأجهزة والمواد الطبية، سيما أنتم طالبتم في الفترة الأخيرة بتوفير العديد من الأجهزة الطبية وتحديدا في مستشفى سامراء العام؟ احنا طبعا يعني عمل المؤسسات الصحية يعني احنا نعتبره جيد حاليا راضين عنه يعني كعمل مؤسسات صحية اللي موجودة في القضاء. طيب. بس تسألني تقول لي هو هذا الطموح؟ أقول لك لا. أكيد. يعني احنا عندنا المستشفى الألماني انه هي نعم. هسه حاليا سامر بها. طيب. مستشفى واحدة وبها قطاعات متعددة، بس تقول لي نعم انا يعني كمستشفى ككادر على انشائها اللي هي بال 65 وعلى الزخم اللي صاير بها انا اعتبر جهودهم كبيره جدا رغم قله التخصصات الماليه رغم نعم قله الامكانيات. نعم نعم رغم انا اعتبر شغلهم جيد جدا يعني جيد ماشي، بس مو هو هذا الطموح. احنا طموحنا ايضا انشاء تكمله المستشفى الالماني وقت حرك كثير صار عليها واعتقد هي على الابواب. يعني موضوع المباشره يعني هي عندنا هي اربع مستشفيات حقيقه. يعني مستشفى بالدجيل. شو سبب تأخير كان بإعادة تأهيل هذا المستشفى؟ المستشفى توقفت بال 2014 نعم. بأحداث الإرهابية، والوزارة حقيقة الوزارة احنا كان نتمنى على الوزارة تكون جادة أكثر نعم. في استئناف العمل بسرعة. يعني لا تأخرها لأنه حياة البشر
يعني هي غالية جدا. وبالعكس أنا أبذل ما موجود من موازنات لأجل حياة البشر، لأجل صحة الناس. جيد. يعني دون الصحة ماكو حياة. أكيد. فيفترض الدولة تركز على موضوع المستشفيات، والوزارة تركز على ذني المستشفيات الأربعة اللي هي بالدجيل، واللي هي بسامرة، واللي هي بالدورة، واللي هي بالطوز. طيب. ذني أربع مستشفيات. يعني كان المفروض يعني من قبل 4-5 سنين يستأنف العمل بهم. يعني بعد أثناء من انتهى التحرير يرجع يستأنف. ما سامرة ما كان بيها مشكلة. طيب. كان بالإمكان استئناف العمل بال 2015 بسهولة. إحنا 2019 كان بالإمكان تنجز هاي المستشفى. مستشفى كبيرة جدا، يعني كان ممكن تأدي خدمات جليلة كبيرة للمواطن. أستاذ جاسم، خلينا نبقى بالجانب الصحي. أيضا كان لكم تصريحا صحفيا فيما يخص قرار نقل النفايات المسرطنة إلى حوض الثرثار القريب من مدينة سامراء، والتي تؤثر سلبا على المدينة وأبناء المدينة والمحافظة بشكل عام. خلينا نعرف حيثيات هذا الموضوع بشكل أوسع. يعني احنا نستغرب من القرار اللي صدر سابقا، موضوع نقل النفايات اللي هي الملوثة والمسرطنة من البصرة وتجي للمحافظات مالتنا. يعني في قرار غريب. يعني ايش معنى صلاح الدين؟ ليش نقول صلاح الدين او حتى لو مو صلاح الدين، حتى المحافظات الاخرى؟ يعني ليش ما اكو وسائل علميه اسوي له طمر في المنطقه المتواجد فيها؟ طمر علمي موجود. اذا ما عندنا خبراء استعين بخبراء اجانب. تعال عندنا ذني المعدات مسرطنه، خلينا ندفنها بمكانها. انا اعرض محافظات إضافة للمحافظة اللي أصلاً كانت بيها، راح أعرض محافظات أخرى، محافظات زراعية. إحنا محافظاتنا زراعية، وين يدخلها؟ بأي مكان اللي راح يوضع بيها هي راح تأثر على البشر، تأثر على صحة الناس، وهذا طبعاً مرفوض ورفضناه. يعني ما قبلنا في وقت نهائياً ولا نقبله. الحكومة المركزية كفيلة أيضاً بالمحافظة على صحة المواطن، وهي تطمر ذن المعدات المسرطنة في مكانها. طيب، الموسم الزراعي على الأبواب أستاذ جاسم، وسامراء بلا منافذ لحد هذه اللحظة، كيف ستؤمنون يعني تنقل المزارعين مع الشروط التي تفرض عليهم اليوم؟ والله هو تعرف حضرتك، أنت قلت سامراء زراعية أيضا، زين، أطرافها كلها زراعية، والناس هي قسم ساكنه وتطلع للخارج يعني لمزارعها. زين. فاحنا اللي احنا نقول الامن مستتب في المدينه. الحمد لله بجهود الكل، بجهود كافه الفصائل الموجوده، القوات اللي موجوده. فاعتقد الاستقرار موجود. التخفيف اليوم مطلوب، يعني التخفيف على المواطن. طيب. مع حفاظ الامن، التخفيف على حركة المواطن مطلوبة أيضا من كل القوات. التخفيف من أستاذ جاسم؟ من كل القوات اللي موجودة. إحنا عندنا تتعرف كل يعني كل زين موجودة عندنا، اللي هي القيادة عمليات موجودة. عندنا قيادة السرايا هم المعنيين بأمن، وياهم قيادة شرطة سامرة اللي هي اتصالها بقيادة صلاح الدين، هم المعنيين بأمن المدينة. فهو هم اللي يخففون وهم اللي يشددون. طيب. يريدون يخففون بالإمكان ويريدون يشددون بالإمكان، بس أمننا بهم كبير. إن شاء الله. يعني أنا أعتقد لأنه هم يعني هاي هسه خلينا نقول الفترة اللي إحنا بيها جيد بدأت التخفيف على داخل المدينة أيضا، رفع السيطرات، فتح الشوارع، فنتأمل أيضا المنافذ، لأنه هاي المنافذ رئيسية خصوصا نحن مقبلون على موسم زراعي أستاذ جاسم. فيجب أن تكون هناك التفاتة حقيقية. يعني هاي بالنسبة للموقف داخل المدينة. طيب. من الدولة أيضا، من الدولة دعم المزارع، دعم الفلاح. ماكو يعني دولة بعيدة جدا عن الدعم، وإحنا بلد زراعي، ليش نستورد وليش ما اعرف؟ يعني هو الغرض الى متى احنا راح نعتمد باقتصادنا فقط على الجانب النفطي؟ اعطي قروض للفلاح، استورد له معدات. يعني ليس بالصعب، احنا بلد يعني الله مكننا بلد. كل هذه المعوقات وكل هذه الصعاب شلون اقدر اليوم اتغلب عليها استاذ جاسم؟ الفلاح ده يعاني صعاب ومعوقات ومعاناه كثيره. الاستاذ احمد الفلاح يعاني، الفلاح يعاني معاناة شديدة. يعني من هنا يفكر يزرع، من هنا يتأخر يعني بعملية التوريد المحصول لسنوات. طيب. شوية بصعوبة. من عملية استلام المبالغ بها صعوبة. الحصول على الأسمدة بها صعوبة. يعني الفلاح محارب بكل أحواله. يعني وهو هذا ليس من الصح وليس من العدل، خصوصا أكو عندنا طبقة كبيرة
من أبناء المحافظة ومن أبناء القضاء هم في الأحياء. أكو عندنا أعداد كبيرة حتى من العاطلين عن العمل، من أصحاب الشهادات العليا، من الشباب، ليش ما أجي أستقطبهم اليوم وأحتويهم وزجهم في عجلة التقدم والبناء الخاصة بمحافظة صلاح الدين والعراق بشكل عام؟ ليش دائما مهمشين؟ هذا مشروع، يعني مفروض هي الدولة تأخذ مشروع كامل، مشروع تشغيل الشباب، مشروع القضاء على البطالة، فعل المشاريع الصغيرة. اليوم عندنا شركات، عندنا شركات مغلقة متروكة، شركات ومعامل أيضا أرجع أفعلها، شركات صناعية للتصنيع. أنا ليش أكو قضايا بالإمكان ما أستوردها أصنعها داخل البلد؟ طيب. هذا أزج بها كل الطاقات، كل الشهادات اللي موجودة، كل الخريجين، لأنه صعبة. أنت الشاب من يكون عاطل العمل يعني معناته راح يؤدي لانحراف، واحنا نشوف يعني مع الأسف بلدنا دخلت عليه قضايا ما كانت موجودة، قضايا المخدرات، البطالة. البطالة جزء لها كبير، لها ضلع كبير بنشاط المخدرات. أيضا هذه آفة خطيرة وآفة وضامة كبرى اليوم. فوق الظروف اللي يدبر بها العراق نشوف المخدرات وحالات الانتحار والترويج والتعاطي وما شابه ذلك. هذه أيضا يعني هاي مسؤولية الراعي الأول واللي هي الدولة. من نقول الدولة هي المسؤول الأول عن المواطن، هاي مسؤولية. خلي أنتقل إلى معمل أدوية سامراء. أين يقع هذا المعمل اليوم من اهتمامكم كمجلس محافظة؟ وشلون نقدر نطور هذا المعمل وأخليه ينافس اليوم إنتاج المعامل الدولية المعتمدة الأخرى؟ هو يعني المعمل يعني الحمد لله بيه هسه يعني كادر شباب ونشط اللي أنا أعرفه مدير المعمل، وعنده أفكار ممتازة ويعني عنده شروع بمشاريع، وحاليا ايضا فتحت عندنا مشاريع داخل المعمل وهي الامبولات، يعني اكو مشاريع رئيسيه بدت يعني الظاهر منتوج الاجنبي. المطلوب حاليا، المطلوب من ايضا نرجع نقولها من الحكومه ومتمثله بوزاره الصحه، انه هي اول من ياخذ منتوج المعمل. هاي وحده. اثنين، يعني اذا اكو منتوجات مضاهه يعني تنافس اللي موجود من انتاج المعمل، ما اخليها كلها كل من هبه ودب يستورد ادويه وتاثر على المنتوج الوطني. يعني هي هاي همين ليش ما اجي ادعم المنتج الوطني، اجي ادعم المنتوج المحلي. يعني هو مثل ما تكلمنا على الزراعه، احمي للمنتوج الوطني، ايضا اتكلم على الادويه. يعني سامرة بها زراعه وبها قطاع صحي وبها جانب سياحي وديني، هذني القطاعات لو استثمرها بشكلها الصحيح وبشكلها الايجابي قد راح تفيد المحافظه جدا، تشغل من الشباب، وواردات ايضا للبلد تدخل كبيره جدا. طيب اين اليوم قضاء سامراء، او اين موقع اليوم قضاء سامراء من موضوع السلم الاهلي والمجتمعي؟ هذا الموضوع اليوم قاعد تسعى به حكومه محافظه صلاح الدين لتعزيز اواصر واركان هذا الملف، فاين يقع قضاء سامراء من هذا الملف المهم استاذ جاسم؟ يعني قضاء سامراء بعشائرها كافة يعني حريصة جدا على السلم المجتمعي. يعني حتى الفوضى اللي صارت فيه، صارت فوضى في فترة ما، العشائر في أحك أحنك الظروف جلست وقالت كلمتها الفصل. نحن ضد الإرهاب، نحن مع السلم المجتمعي. يعني التعاون موجود بين العشائر كبير جدا بخصوص هذا الموضوع. سامرة يعني معروفة على فترات كثيرة، أصبحت منطقة يعني إكرام الكرماء أكيد. يعني على فترات كثيرة يعني إكرام النازحين اللي موجودين ولا يزالون موجودين. فتعاون أهالي سامرة مع النازحين مع بكل الفترات الزمنية اللي مضت، فسامراء تحب السلم المجتمعي، سامراء تتعاون مع كل مواطني العراق لأنه سامراء مسالمة وتحب بلدها حقيقة. أهلي سامراء، العيش المشترك والسلم الأهلي أستاذ جاسم لا يتحقق بشكله الكامل إلا بعد عودة آخر نازح إلى بيته، وإلا يعني لن يتحقق بشكله الكامل إلا بعد عودة المفقودين والمغيبين ومعرفة مصيرهم حقيقة أستاذ جاسم. أنا زميلي المخرج يشير لي إلى وقت انتهاء البرنامج، يعني رسالة أو كلمة أخيرة تحب توجهها عبر شاشة قناة صلاح الدين الفضائية إلى جميع مشاهدينا ومواطنينا الكرام، تفضل أستاذ جاسم. طبعا أول مرة أشكر تحياتنا لك صلاح الدين، أشكرك أستاذ أحمد، تحياتنا لك. الأمل الكبير أنه
هذا الوفد اللي راح يتحرك من محافظة صلاح الدين طيب. يشارك بكل نواب صلاح الدين هذا أملي الكبير والتوجه إلى كل الرئاسات حتى وأن تطلب الأمر نسوي اجتماع في المحافظة أيضا طلب للرئاسات طيب. بالمحافظة للوقوف على ما تعانيه وما تحتاجه المحافظة ومحافظة حقيقة يعني محافظة سباقة يعني سباقة بكل شيء أمنا أنه مستقبل إن شاء الله مشرق بعون الله وأمنا أنه تستجيب الحكومة لموضوع حل الحل مشكلة النازحين ومشكلة المفقودين لأنه هذا يعني مسؤولين هم أكيد. مسؤولون أمام الله الله يقول وقفوهم إنهم مسؤولون إحنا نقف مع نازحنا نقف مع المفقود نقف مع المغيب إلى حين ما تطلع الحقائق لأنه بقائهم على هذا الحال مؤلم وما أعتقد أكو عراقي وطني غيور يقبل ببقاء هذا الموضوع سواء بقاء النازح على وضع المؤلم أو بقاء المغيب والمخطوف على وضع لأنه عائلته وضعها مؤلم جدا ونحن معكم أيضا كإعلام وكسلطة رابعة أستاذ جاسم معكم يدا بيد من أجل عودة آخر نازح إلى بيته ومن أجل معرفة مصير المفقودين والمغيبين من أبناء محافظة صلاح الدين أني أشكرك وأشكر صراحتك وشكرا لهذه الإجابات القيمة التي أسعفتنا بها وأسعفت بها مشاهدنا الكريم الأستاذ المهندس جاسم ممتاز عضو مجلس محافظة صلاح الدين كنت ضيفا عزيزا علينا اليوم وشكرا جزيلا شكرا, لك. شكرا جزيلا والشكر موصول لكم أيضا أحبتي المشاهدين على حسن المتابعة كمسك الختام تقبل تحيات كادر العمل وتحياتي في الإعداد والتقديم أحمد صلاح الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا أستاذ جاسم شكرا عزيزي شكرا.